واهميه فكره المكونات الاجتماعيه والثقافيه وتاثيرها على المنتج النهائي، ان احنا نستضيف عبر التليفون معالي السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. اهلا بحضرتك يا معالي السفير. اهلا اهلا استاذ يوسف، اهلا بيك والساده المشاهدين. يا فندم اهلا بسيادتك يا فندم. استاذ سفير، كنت محتاج ان انا افهم او تعليقا على كلام الرئيس هناك في ارمينيا، وازاي هو وصف العلاقات ما بين ارمينيا ومصر على المستويين، مستوى الحكومه ومستوى الشعب، ومن ناحيه او المستوى الشعبي، ومن الناحيه الثانيه اهميه الزياره دي لارمينيا بالتحديد في التوقيت اللي احنا واقفين عليه ده. وأحب بس أشير لنقطة اللي هي اختلاط الشعوب. يعني الحضارات القديمة، وطبعا في مقدمتها الحضارة المصرية، يعني أنا ما سافرت بره كان أول حضارة بدرسوها الحضارة المصرية وتأثيرها على كل منطقة البحر المتوسط. فالحضارة المصرية دي بوتقة كل الأقليات اللي جت من الأرمن، الإيطاليين، الفرنسيين، الأتراك، اليونانيين، من آسيويين، من الفرس، من جميع أنحاء العالم، انصهروا في هذه البوتقة اللي هي الحضارة المصرية وأصبحوا مصريين، لا يعني بعاداتهم وتقاليدهم، سواء الجيل الثاني أو الثالث على أقصى تقدير. فبالتالي نلاحظ انت ما تقدرش تفرق هنا لما بتشوف بالذات الفنانين ورجال الاعمال وتشوفهم سواء بيتكلموا او في اي مجال هم مصريين. فده طبعا قوه الحضارات الاساسيه وتاصيل الحضاره. صحيح. بالنسبه لاهميه الزياره، طبعا ده اول رئيس مصري بيزور ارمينيا. الجسر البشري، العلاقه البشريه بيننا وبين الارمن ممتده، خاصة في الفترة اللي كان فيها منطقة الشام هي معبر إلى المناطق دي كلها، ما كانش فيها حواجز حدود ولا فواصل، كان فيها حرية نسبية في فترة محمد علي والفترة ما بعدها يعني. فهنا في الجسر ده بيساعدنا الآن، هو أساس لإقامة علاقات وتنمية العلاقات القائمة بيننا وبين أرمينيا، لأن عندنا جالية أرمينية تستطيع أنها فاهمة وبتستثمر وفي كل المجالات وبتصدر لأرمينيا. احنا مع أرمينيا في تجمع اللي هو اليورو آسيوي، أرمينيا عضو أساسي فيه، التجمع الأوراسي، اليورو آسي الأوراسي. فده يعني من أحد التجمعات اللي احنا معهم فيه، بيجمعنا أيضا الاهتمام بضرورة يعني الاستقرار والسلام، لأن الشعب الأرمني عانى كثير جدا طبعا ومنتشر في كل أنحاء العالم. يمكن صحيح. أكبر جالية موجودة في فرنسا، عندنا في مصر، في أمريكا، في منطقة الشام، ودي بيهمهم جدا تسوية الأزمة السورية لأن في جالية كبيرة، الأزمة اليمنية، وعندنا كان في ممثلين كبار موجودين من الجالية الأرمنية من لبنان. فهذا جسر يستطيع أن هو يشجع رجال الأعمال على الاستثمارات سواء في منطقة السويس الاقتصادية أو في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. بالنسبة للزراعة، التبادل التجاري، التكنولوجيا، المجال الثقافي ما فيش مشكلة فيه لأن احنا في علاقات بيننا وبينهم، تبادل زيارات الشباب، وممكن نعمل على نمط اللي كان عملته الوزيرة السابقة للهجرة نبيلة مكرم عبيد بالنسبة للأصول، ان يجي الارمن من ارمينيا يزوروا ونعمل احتفاليه بحيث يبقى فيه نوع في اطار مذكره التفاهم اللي معموله لتبادل زيارات الشباب. بالنسبه ايضا للتناول السياسي للازمات، يعني طبعا احنا زي ما بيقولوا خبراء في الازمات بالكسر، بل العالم كله يعني يجي على مصر ويهجم عليها. لو شفت تاريخنا كله مليء بالأزمات، فلدينا خبرة تراثية متراكمة لحل الأزمات ومواجهتها وتحديها. أرمينيا لها مشكلة مع أذربيجان، فممكن طبعا جدا يعني التناول الإفادة نقدر نقول مساحة حميدة بيبدأ أراء بتناول خبرة. مشكلة برضو مكافحة الإرهاب والعمليات الإرهابية، الهجرة غير الشرعية،
كل دي مسائل ممكن التشاور فيها، ودايما بروح ودية لأن في صلة ثقافية وإنسانية بيننا وبينهم. هو نقدر نقوم يعني ما يوصلش للوساطة، ممكن مساحة حميدة، هي مرحلة قبل الوساطة. مساحة حميدة لأن المشكلة معقدة للغاية، ودي كان في ظل يعني نظرية ستالين في حل مشكلة القوميات. إن هو كان بينقل الشعوب من مكان لمكان عشان ما يبقاش في شعب قاعد في منطقة معينة يقدر يتمرد عليه في أي لحظة. فمن هنا تنقلات الشعوب وتغيير الحدود، ودي مشكلة أوكرانيا مع روسيا. فهنا في يعني مشكلة عاوزة معالجة هادئة، يعني بتكون بتقبل من الطرفين، وفي أطراف كتيرة داخلة فيها، يعني داخل فيها روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، إيران، بس على هدوء لأن العنصر الأذري في 40% منه في إيران، يعني في محافظة بحالها من الأذريين موجودة في الشف على بيفصلها عن أذربيجان النهر. فهنا في يعني مشاكل كتيرة معقدة محتاجة إلى نوع من الهدوء والفهم، خاصة إحنا في مرحلة صعبة من الأزمة الاقتصادية عالمية، أزمة غذاء، أزمة طاقة، التوتر، حالة التوتر، وده بيكون أسوأ حاجة بتخلي اللي هي عدم اليقين، بتخلي الناس عايشة في توتر. طب بكرة هيحصل إيه؟ في حرب نووية؟ فيش حرب نووية؟ في الحرب دي هتتصاعد إيه؟ إمدادات الأسلحة هتنتهي لإيه؟ هتنعكس علينا ازاي في الشرق الاوسط اكتر ما هي منعكسه الان؟ فدي كلها قلق، القلق غير منتج. فهنا ممكن ان التشاور في اطار ان الاستقرار هو الاب الشرعي للتنميه. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا 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 سياده السفير رخا احمد حسن، مساعد وزير الخارجيه الاسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، كل الشكر.